بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في قناتنا التعليمية. إن شاء الله اليوم سنتناول رفع الفعل المضارع، ونأتي إلى الأمثلة ونقول: الأول، تطير الحمامة. الثاني، يعود المسافر. الثالث، تسير السحب. الرابع، ينزل المطر. الخامس، يثور الغبار. السادس، يحكم القاضي. ونأتي إلى البحث. وإذا لاحظنا هذه الأمثلة وجدنا الأفعال كلها أفعالا مضارعة، وإذا تأملنا أواخرها وجدناها مرفوعة. فما سبب الرفع إذن؟ السبب أن هذه الأفعال لم يتقدمها شيء من الأدوات التي توجب نصبها أو توجب جزمها، ولذلك ارتفعت. فخلوها من أدوات النصب وأدوات الجزم هو سبب الرفع. إذن ونأتي إلى القاعدة ونقول: القاعدة، يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى درس آخر إن شاء الله.